الإرسال مع اللاعب فرج نصر الدين. الدفاع الآن لناصر، وكرة جميلة ولكن حائط الصد لمس الشبكة، وهذا ممنوع في قوانين كرة الطائرة. تحتسب الحكم نقطة لصالح الناصر، 11-6 للناصر. والكرة الآن مع اللاعب سعيد طنوس. الآن الدفاع للداليا والهجوم الآن للداليا، والكرة في الخارج. ضربة جميلة من فرح من نور نصر الدين. الهجوم لدالة الكرمل، حسام يحاول أن يمرر الكرة ولكن إلى الخارج. يحاول أن يبغت لاعبي الناصرة بإرسال الكرة الثانية، كان يمكن أن يمرر الكرة. والآن الإرسال مع سامي الديني من الناصرة. الآن دالية في الهجوم، وشرف يضع الكرة خلف حائط الصد، ونقطة لدالية الكرمل 12-8. الإرسال مع سلمان نصر الدين. الهجوم مع الناصرة، والكرة الآن من اللاعب إلياس عواد. والكرة في شرف يضع الكرة في الملعب، و 12-9 لدالية الناصرة، 9 لدالية الكرمل، 12 للناصرة. دالية الكرمل تستفيق في هذه اللحظات، ووقت مستقطع للناصرة للمدرب، طبعا مدرب الناصرة كما قلنا سيزار يعطي التعليمات. سيزار صبابغة يقوم بإعطاء التعليمات للاعبي الناصرة، وهو مدرب مكابي أبناء الناصرة في كرة الطائرة. الحكم ميخال تقود المباراة بشكل جيد حتى الآن. الآن الإرسال مع سلمان نصر الدين من دالية الكرمل. هجوم للناصرة، الكرة لم تنتقل أي ارتطمت بالشبكة، فهي يجب كانت أن تلمس يد من لاعبي داليا لتنتقل، ولكنها لم تلمس، وهذا تحسب 4 ضربات ممنوع في كرة الطائرة. الآن هجوم آخر وصد الكرة، ما زالت الكرة في الملعب، وشرف نصر الدين يتألق في هذه الضربة، ونقطة لدالية الكرمل 12-11. ما زال الإرسال الآن مع سلمان حلبي، سلمان نصر الدين يقوم بالإرسال. حسام إلى شرف إلى الخلف إلى نور، وتمريرة غير جيدة من الناصرة، وتعادل في النتيجة 12-12 لكل فريق. مرة أخرى الإرسال مع دالية الكرمل، استقبال جيد هذه المرة من الناصرة، ومحاولة هجومية ولكن عدم تفاهم بين اللاعبين. حسام نصر الدين اللاعب المخضرم يرفع كرة، والآن مرة أخرى كرة جميلة من رقم 15 من الناصرة، وهو اللاعب رجا الياس. الإرسال ينتقل إلى اللاعب الياس عواد. شرف يستقبل إلى حسام إلى شرف، وشرف ضربة قوية إلى جانب الخط. هذه الضربات تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، وتحتاج إلى مهارة فنية ليستطيع اللاعب أن يضرب بشكل مستقيم. فعادة الضربات تكون بخط مائل، وكما قلت تحتاج إلى مهارة كبيرة. الإرسال مع دالية الكرمل من حسام نصر الدين، شرف يضع الكرة مرة أخرى الآن، وتقريبا ما زالت الكرة في أرضية الملعب، وشرف ينقل الكرة إلى الناصرة. الآن الناصرة في الهجوم ولكن الكرة ضعيفة. حسام إلى
هناك من يتواجد من دارس الكرمل، تركها شرف من اللاعب. ومرة أخرى ما زالت الكرة في أرضية الملعب، دفاع جيد من دارس الكرمل، والناصرة ترد الآن الكرة، ومزاوي اللاعب مزاوي يضع كرة ولكن ضعيفة. حسام إلى شرف، وشرف مرة أخرى في الهجوم ويصد قائد الصد النصراوي، وتمريرة الأخيرة في الخارج نقطة للناصرة. الكرة مع حسام مزاوي. الآن تبديل في صفوف دارية الكرمل، نجيب سجيم رقم 9، وهو لاعب جاء من آسفيا، يبدل اللاعب رقم 30 فرج، وكرة الإرسال في الخارج. نجيب سجيم دخل بدل فرج نصر الدين. نجيب سجيم في المباراة الماضية لعب مع آسفيا ضد دارية الكرمل. الآن الكرة مع لاعبي الناصرة، وتمريرة جيدة، هجوم جيد، واستطاع في اللاعب الهجوم سعيد طنوس اقتناص نقطة 15-14. كرة نجيب الأولى، يبدو أنه ما زال لم يسخن حتى الآن، لم يجري تسخين جيد. حسام إلى الآن، ولكن ما زالت الكرة في أرضية الملعب. أربع لمسات يجب أن تنتقل الكرة خلال 3 لمسات، وهذا طبعا خطأ. والآن الإرسال غير جيد من الناصرة، 17-15 هي النتيجة. الإرسال مع حسام، الآن مع فرح نصر الدين. نقطة لدارية الكرمل. نقطة للناصرة، النتيجة 18-15 للناصرة. الآن حسام نصر الدين يرفع كرة باتجاه محاولة هجومية من دارية الكرمل. حسام إلى نجيب سجيم، نجيب سجيم ينقل الكرة إلى الناصرة، والآن محاولة هجومية من الناصرة. اللاعب سعيد طنوس ينقل الكرة إلى دارية الكرمل، والآن الكرة في الخارج 19-15 للناصرة. عاد الفارق ليزداد بين الناصرة ودارية الكرمل في هذه الأثناء. الإرسال مع اللاعب حبيب ظاهر، إرسال جيد، وحسام إلى الآن قائد صد من الناصرة ولكن غير ناجح. جاءت الكرة في الخارج، وطبعا نقطة لدارية الكرمل 19-15. جيد من الدالية، ولكن يرتطم بالشبكة، الكرة ترتطم بالشبكة. 20-16 النتيجة لصالح الناصرة، ووقف مستقطع الآن من قبل مدرب دالية الكرمل شرف نصر الدين. أعزائي مشاهدي موقع روتانا الكرمل، تعلمون بأن مباراة كرة الطائرة يجب أن تنتهي بالأشواط وليست حسب الوقت، أي يجب على الفريق أن يصل إلى 3 أشواط، لا يهم النتيجة 3-0 3-1 3-2، ولكن يجب على فريق من الفريقين الوصول إلى 3 أشواط. لا تهم هنا الوقت، يستطيع النقطة أن تأخذ دقيقة أو دقيقتين أو 5 ثواني حسب الهجوم وحسب الصد. ربما تنتقل الكرة من ملعب إلى ملعب حتى تلمس الأرض، حينئذ تنتهي المباراة وتبدأ نقطة جديدة. الآن نحن 20-15 للناصرة، والإرسال من الناصرة. حسام نصر الدين إلى اللاعب سلمان نصر الدين، سلمان يضع كرة ضعيفة، والآن محاولة هجومية من الناصرة. حسام مرة أخرى، ولكن كرة غير مطلقة.